لقاتم في الموسم الجديد وبقائمة أسمائهم تبدو جديدة أيضا. إذن وإياكم مشاهدين اللي بالاخراطيات والتي انتهت بالتعادل الايجابي بهدفين مقابل هدفين، بينما في جانب اخر يواصل الريان صداره لجدول ترتيب الدوري ويرتقي مقدمه في الدوري. ايضا الامر يتعلق بمناطق الدفء بمنطقه وسط الترتيب. الارتكاز لسنوات ثم وسام ترك المكان ورحل الى نادي الجيش. هذه الكرة ملعوبة في أقصى اليمين. يونغ سولي لعبت الكرة بوسط الملعب. كرة ملعوبة منقولة إلى الأمام. رجعت لمسمير. سمير تقدم عند كرة ومحاولة وتسديدة لكنها إلى خارج أرضية الملعب. إلى ركلة مرمى من اللاعب البديل الذي جاء بديل في شوط المباراة الثاني هرمان كاكو. هو صاحب التسديدة وهو صاحب المحاولة الفردية، اجتهاد فردي وكرة بعض الشيء. الآن يستقطب أندرسون والمهدي علي لكي يكون قلبي دفاع، بالإضافة إلى أدن علي بالجانب الأيسر. في جانب النقيض شاموسكا كان يبحث عن ظهور أن يكون بصورة أقوى. يانو سيلفا مرة من الدفاع بعد للقطة الماضية. الدفاع يأتي بعد للقطة الماضية. كرة بعد ذلك كايدة وصل وقويتي وقوم الملعب. والحاج مصطفى يغادر أرضية الملعب في ثاني تبديل أن يتحملوها إلى أن يصبحوا في يوم من الأيام نجوم على مستوى التحكيم. كرة ملعوبة الآن عرضية. اتخلصت الكرة في الأخير تخيلوا ملعب أستاذ لوسيل، تخيلوا ملعب الوكرة، تخيلوا كالبطولة. بالتالي السيلية يبحث عن الأحوال التي عاش في تلك الأيام. كرة الآن على الجهة اليمنى لمصلحة مسامير مع أصوات الجماهير. العرضية تأتي والتدخل بكرة مرت إلى خارج أرضية الملعب وإلى ركلة الزاوية. فترة بعد ذلك سيتوقف فيها الدوري وتنتقل الأنظار إلى دوري أو إلى المنتخب العنابي. طول قامة وهنا لدينا الآن محاولة. كاكو يمر، كاكو يعرض، ولكن لدينا دوينجيز. المرة الأولى، الجولة الأولى ما سجل، الثانية ما سجل، الثالثة ما سجل، الرابعة ما سجل، الخامسة ما سجل، وفرصة وكاد أن يفعل ذلك. لكن اليوم إذا سجل تصل ليمي لكاكو. محمد أخرى رأسية ثانية تأتي. محاولة التحول إلى أمام. هارمان كاكو هل يملك السرعة للمرور بجواد إحناس؟ مواجهة ما بين الاثنين. هارمان كاكو، لكن هذه المرة المساندة جاءت ولباد أيضا يحضر لكرة هارمان كاكو. يبدو لي من عبد العزيز الهري. عرضية إسماعيل. هارمان كاكو خطأ يرتكب من جانب علي محمد لإيقاف انطلاقة هارمان كاكو، بينما محمد نوري يطالب بورقة صفراء كما منحت على مهند أدنان بذات الطريقة مع عبد العزيز اليهري. لذلك يطلب من محمد الشمري أن يعطي ورقة صفراء في اللقطة الماضية في التمريرة. شوف الجملة الفنية التي جاءت من جانب لاعب سمير بعد عدد من التمريرات والنقلات. وهنا الكرة التي تصدى لها بابا مالك من بنتم. وهنا هل كان هناك عملية مسك؟ المركز رقم 12 مباشرة يصل للنقطة رقم 4 في سلم الترتيب. هذه محاولة فرصة لمصلحة نادي سمير، لكن هنا تدخل موجود من اسماعيل بن المعلم في دفاعات نادي قطر، يبحث عن فك الكرة للأمام لكنها أخيرا مرت إلى خارج أرض الملعب، عدت إلى رمية جانبية لمصلحة نادي. شوفوا طبعا الخطأ أو التدخل اللي كان إسماعيل بن المعلم في اللقطة الماضية واللي أبعدها خلصها، وهنا عادت لمحمد نوري. ما في مجال يا سمير، ما في مجال يا نادي قطر، لازم في فوز، لازم فريق يعدي. هتشوف مين
شوف مين هنا، كرة أمامية طويلة حلوة في مكان سليم لمصلحة مسامير، هنا عرضية قادمة مرة تعدل، لكن إسماعيل بن المعلم يمشيها عالية أمامية طويلة وبعيدة. والذي لم يقدم حقيقة المستوى المأمول هيرمان، لعب معاه كرة يحاول يتقدم العاجي، يحاول يرسل كرة عرضية خطيرة جدا، لكن هنا كرة تتحول. دي سيلفا الهداف لم يظهر في هذا اللقاء، كرة هيرمان ولكن هنا كرة فيها صافرة وخطأ، صافرة وخطأ مع فريد الشمري الذي راح ياخذ الورقة الصفراء. هيرمان سعود العذبة يعطي، يظهر برابع أهدافه على مستوى دوري نجوم قطر. كرة تتحول عرضية ملعوبة الآن، ولكن هنا كرة توصل لمصلحة قاسم برهان.